احنا هنا بنلعب كره مش بنلعب مصارعه. خمس مره توقعني وانا مش عايز اعملها معاك. اني اسف، اصل اني مش لعيب زيكم، هلعب بالراحه. حاضر، اني اسف. جريه جمعه هو كان اول مره يلعب معانا. بقول لك وزوختي يعني اخويا الكبير. وزوختك في البيت يا عم، لو مش هيلعب معانا عدل يبقى يخرج يستناك بره. بلا عدل بلا مش عدل، ولا انا ولا هو هنلعب. وخد بالك بقى مفيش لعب، الكره دي هو اللي مشتريها لي. هدف يا عم الكره يا عم. اوعى بقى، يلا بينا. يلا يا هوجل. يلا يا عم. يعني اسف يا كرم اني بوظت لك المشط انت واصحابك. يا عم هو ما ضلش حب، الصاحب الصح اللي يكبرك قدام اللي منك، ودي عيب بتاعت مصالح. صح، حكيمة كرم. وبعدين ما بيعرفوش يلعبوا. ايه؟ بص انا مقدم في اختبارات المقاولين عشان عايز ابقى زي محمد صلاح، يبقى تيجي معايا لما اجي اروح. محمد صلاح فخر العرب اللي بيجي على تلفزيون القهوه؟ ايوه محمد صلاح. وفي ميت محمد صلاح يعني؟ طبعا جاي معاه، ده اني بحبه قوي ونفسي اتصور معاه. اتصور معاه؟ انت بتعالى اوجل. يلا يا اوجل. الله يحزك يا كرم. صباحيا مباركه يا عروستي يا حبيبتي يا كل حياتي وفرحي يا عروسي. صباحيتك كحلي ومنيله يا عريس، كنت فاني داهيه. في ايه؟ كنت بلعب كوره مع كرم. يا لهوي! ايه يا بنت؟ في ايه يا بنت؟ ايه اللي حصل؟ العريس ياما راح يلعب كوره يوم صباحيته ياما، شفت خطي؟ يا مصيبتي كتك نيله. نيله ليه؟ نيله ليه وانا كنت بلعب قمار؟ هي دي الصباحيه؟ اه. عنك يا حماتي، عنك يا اختي. يا حلاوي، يخرب بيتك. مش هتاكلي؟ مش طافحه. عنك ما طفحتي. واد يا كرم، خدي هدي يا كرم. عاوز ايه؟ تعالى كل عشان انت تعبت في المشط جامد. تعالى. اصطبر يا اللي بترزع. افتح يا عموم. خير يا رنجي. خير ايه؟ وانت مش هتدخلني ولا ايه؟ في حاجه جوه؟ ايه ده؟ هو في حاجه جوه؟ يلا. يا وردة، مفيش حاجة هتخلصك مني ولا هتخلص روحك غير يا عمر اللي انت لهفتيه. ما قدامناش غير حل واحد. حل ايه؟ نقتل بهلول. ايه؟ نقتل؟ ايه؟ نقتل ايه؟ بس اقعد يا اقعد انت كمان. انت هتسلمنا العشوائية من غير ما نعمل حاجة؟ من امتى كان فيها دم يا حراق؟ ده ضربة مرزبة ولا 100 شاكوش. ولا انت نسيت اما لقطنا الولا هجم في القطر وانت قعدت تقولي ده عبيط وبيهلفط وقعد يحكي لنا على ورده وبهلول واحنا مش مصدقين حاجه. كل حاجه طلعت صح وبقى تحت ايدينا كمان. هي تكت زرار ونخلص ورده من بهلول ونبيع لها حياتها بنص التركة ونقب بقى على وش الدنيا. فلل وعربيات وفراخ ولحمه وفستق. وربنا انا بقيت اخاف منك يا لطفي. بطل عبط يا. طب انا هسالك سؤال. انت تختار ان بهلول اللي يعيش ولا انت اللي تعيش؟ بهلول لو مات هنشوف عيشه عمرنا ما حلمنا بيها في حياتنا. بقول لك يا حراق، عاوز النهايه؟ طول عمرها اقرب من كرداسي. انا بره الحوار ده وانت كمان ما تمشيش فيه. انت بره الحوار ماشي وهعديها لك، لكن انا هعمل ايه مالكش فيه. وعلى الله تفتح بقك بنص حرف ولا كأنك سمعت حاجة. تعال تعال انا اهو. انت ليه ما حكيتليش لحد دلوقتي على حدوتة الطار اللي عليك؟ طار ايه؟ طار ايه؟ دي وقته دي وقته يا هوجل. مش احنا دلوقتي متجوزين؟ ايوه. وستر وغطى على بعضنا؟ ايوه. طيب انت بقى قتلت مين؟ قول. أنا قتلت واحد اسمه سليمان الورداني. يا تعرفوه؟ في ايه؟ في ايه؟ الحقيقة يا بنت اخوك اتكسر. في ايه؟ ايه يا اختي اتخبطت؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ مالك؟ كان بيلعب كورة مع العيال فخبط الحجر بتاع العرض بدل الكورة فرجله اتلوت. أحسن، تستاهل.
ويا ريت رقبتك اللي كانت نزلت على صدرك عشان قلت مفيش زفت كوره تاني. خلاص والنبي يا نوجة، عايز اروح المستشفى، رجلي وجعاني. طبعا ياسر، متشكرين يا اخوي، متشكرين، ما نجيلكش في حاجه وحش. ماشي هوجر، والنبي هوجر، عايز اروح المستشفى مش قادر. يلا حبيبي يلا يلا، ايه وربنا ما يتحرك خطوه، وانا هصرف كمان على مستشفيات. يا بنت حرام عليك، الواد موجوع. موجوع ايه ياما، حرام عليا ايه؟ مش كفايه فلوس الكتب والكشاكيل والمدارس والدروس؟ ويا ريت ونافع، وانت حسابك معايا بعدين على الكره اللي اشتريتها له، وربنا يا هوجر ما تشيل في جيبك مليم تاني. خلاص لما تنام. سأل فل يا جدعان. سأل فل يا حورس، امال فين لطفي؟ لا انا جاي لوحدي، كنت عايز اخويا هوجن في حوار كده على السخان. خير يا حور. واد يا لطف، ايه ياما، بتعمل ايه عندك؟ سرعتيني ياما، شويه اكل، شويه اكل. لا احنا مش لسه واكلين. لا مش ليا، مش ليا ياما، ده للريس بهلول يعني، مش ليا. اه طب استنى بقى، ادام بقى للريس بهلول، سيبهولي كده وضبهولك شويه، اعمل لك شويه سلطه، شويه بطاطس. شايف علامة الشرف اللي في وشي دي؟ انا هعمل لك منها 10، بس 10 دي اطول واكبر. واو ايش ايش ايش، الله اكبر، وايه العربيات الفخمه اللي احنا راكبينها دي؟ الله يمسيكي بالشر يا كوثر لو كنت عايشه، ويجحمك لو كنت ميته. دي خالتك دي لما عرفت ان انا ركبتك حنطور زغرطت. وربنا ما حاجتك، دي حاجة الشغل الجديد اللي انا دخلته. اه طلعناك ناس اداك، اه طلعناك صح؟ انت ليه مستكتر عليها النعمة اللي انا فيها؟ اذا كانت بعيدة عنك ولا عن فلوسك؟ ولا عشان استعبدتني سنين وكنت زي الجري عندك؟ ده انا كنت مدسك اللي بتدوس عليها بهلول. الدرجة دي مش شايلة أي حاجة عندها؟ هشيلك يا ولد، هشيلك، هشيلك وشك اللي بتتباهي بيه وفرحانه بيه، شيلهولك يا ورده، خليكي عفريته بتمشي تتخفي من الخلق.